تحياتي واهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامجكم اكسترا اليوم، واللي هنناقش فيه اهم الملفات على الصعيد المحلي والعربي والدولي واللي حدث على مدار اليوم. نبدا كده اخبارنا مع حضراتكم بسم الله. هنبدا من بيان السفاره الالمانيه بالقاهره عن زياره الرئيس عبد الفتاح السيسي لبرلين، حيث اصدرت السفاره بيانا ذكرت فيه ان الرئيس عبد الفتاح السيسي سيقوم بزيارتين الى برلين يومي 17 و18 من يوليو الجاري على راس وفد كبير يعقد خلالها لقاءات ثنائيه مع الرئيس الاتحادي شتاينماير والمستشار الاتحادي اولاف شولتز وعدد اخر من الاعضاء البارزين بالحكومه الالمانيه، فضلا عن مشاركته في مؤتمر حوار بيترسبورغ للمناخ. من جانبه أعرب سفير ألمانيا بالقاهرة فرانك هارتمان عن سعادة بلاده بالزيارة، ومشيرا أن هذه الزيارة من شأنها أن تؤكد من جديد عمق العلاقات الألمانية المصرية والاهتمام المشترك لكلا البلدين بتعميق التعاون في مجال حماية المناخ والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط. أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تحملت على مدار الفترة السابقة الزيادات غير المسبوقة والتي حدثت في المنتجات البترولية وبالأخص في السولار، وخلال ترأسه لاجتماع مجلس المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرنس أشار مدبولي إلى أن كل محافظ قام بتحديد الزيادة والتي ستحدث في تعريفة الركوب، وأكد مدبولي ضرورة عدم استغلال البعض لزيادة أسعار السولار في القيام برفع أسعار السلع، وخاصة أن اتحاد الغرف التجارية أجرى تحليل على زيادة تكلفة السلع في ضوء زيادة أسعار المنتجات البترولية، فكان من ضمن نتائجه أن هذه الزيادة لن تتجاوز نسبة التأثير على التكلفة 1 في 1000، وهي نسبة طفيفة للغاية. قال أيضا رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة تسعى جاهدة لمواجهة التحديات والأزمات الراهنة والتي تعاني منها دول العالم أجمع، وخلال كلمة الله أضاف مدبولي أن العالم يمر منذ أكثر من عامين بظروف استثنائية، ومؤكدا حرص الحكومة على توضيح الحقائق الكاملة أمام المواطنين. كما أكد مدبولي أن الدولة كانت حريصة دائما على عدم المساس بأسعار السولار، ولكنها اضطرت لتحريكه مؤخرا لمواجهة التكاليف الخاصة بارتفاع في ضوء المستجدات العالمية التي تحدث، ومشيرا أن الدولة لا تزال تتحمل جزءا من دعمه. زي ما يمكن قلنا لحضراتكم دائما، مصر دولة مستوردة للمنتجات البترولية كصافي، احنا عندنا جزء بننتجه ونصدره، ولكن ايضا بنستورد الجزء الاكبر من احتياجاتنا باجمالي حوالي 100 مليون برميل سنويا. فده طبعا رقم كبير جدا، ولنا ان نتخيل ان الموازنة العام الماضي اللي هو عام 2021-2022 اللي هو انتهى في 30/6 الماضي، كانت الموازنة محطوطة على أساس إن البرميل من البترول 60 دولار. دي كانت الموازنة بتاعتنا محطوطة بهذا الشكل، وده يمكن هو كان السعر السائد اللي فعلا كان موجود على مدار الفترة السابقة. في وقت ما عملنا الموازنة كان هو ده السعر التقديري اللي موجود، واللي احنا كلنا طبعا كنا شايفين ان هو ده اللي هيبقى مرشح للاستمرار خلال هذا العام المالي اللي انتهى في 30/6 الماضي. وبالتالي انا عايز اوضح هنا نقطة مهمة جدا، ان احنا منذ بدأنا موضوع الاصلاح الاقتصادي وبدأنا تطبيق آلية التسعير التلقائي، كنا نجحنا فعلا بنهاية 2020 وبدايات 2021 إن إحنا تقريباً ما يبقاش عندنا دعم للمنتجات البترولية، بخلاف فقط أنبوبة البوتاجاز اللي هي دائماً طبعاً في دعم كبير من الدولة ليها، وحيستمر هذا الدعم بصورة كبيرة جداً. لكن كنا وصلنا
بنهاية 2020 إن إحنا أصبح تقريباً ما عندناش دعم للمنتجات البترولية، وكنا بنسعر كل أنواع البنزين مع السولار بحيث المجموعة مع بعضها بتغطي نفسها. يعني إيه الكلام ده؟ يعني كنا برضو ما زلنا بنسعر السولار الرقم اللي هو كان موجود قبل الزيادة امبارح اللي هي 6.75 جنيه، كان ما زال أقل من قيمته، ولكن كان لما نجمع كله مع بعض كله بيغطي نفسه، وبالتالي الدولة ما كانتش بتتحمل أي دعم. لكن ده كان في الظروف اللي احنا زي ما كنا بنقول ان سعر البرميل كان 60 دولار. طب ايه اللي حصل؟ اللي حصل النهاردة طبعا ارتفعت الأسعار نتيجة للحرب بصورة كبيرة جدا، ووصل سعر البرميل زي ما حضراتكم شفتوا إلى 120 دولار في خلال الفترة السابقة. يعني معنى كده إن الكلفة زادت على الدولة المصرية إلى الضعف. طب هل إحنا زودنا زي كل دول العالم أو أغلب دول العالم سعر المنتجات البترولية على المواطن بالضعف زي ما حصل في عدد كبير من الدول؟ بالتأكيد لا. إحنا كنا حريصين كل الحرص على مدار العام المالي الماضي إن بالذات السولار لا يمس. كما أكد مدبولي أن الدولة تتجه لإعادة تخطيط الميزانية لاستيعاب مستجدات الأزمات العالمية الراهنة والتي انعكست على جميع دول العالم دون استثناء. إحنا النهاردة إحنا مخططين الكلام ده، عاملين إيه كدولة؟ إحنا الموازنة الجديدة عشان ما يتقالش إن الدولة لما زودت السولار نص جنيه هي بتقلل الدعم، فعلياً لا، احنا مزودين النهاردة الدعم بتاع المحروقات للسنة المالية الجديدة نتيجة للزيادات الكبيرة دي. احنا السنة اللي فاتت كان دعم اجمالي دعم المحروقات اللي موجود في الموازنة بتاعتنا كان 18 مليار. السنة دي ما يقرب من 30 مليار جنيه محطوطين لدعم المحروقات والبوتاجاز. ده على اساس ان احنا مقيمين سعر برميل البترول ب 85 دولار. فالمواطنين هيجوا يقولوا لي طب ما هو النهاردة سعره أكتر من 85، فبالتالي طب أنتوا هتعملوا إيه؟ إحنا حاطين احتياطيات عامة تبقى لتوجيه فخامة الرئيس اللي هي النهاردة بنتكلم في 130 مليار جنيه محطوطة على جنب كاحتياطي عام الدولة تقدر تتدخل بيه في خلال على مدار العام المالي القادم، بحيث لو لقينا إن في بعض البنود الأساسية السلع الأساسية المهمة النهاردة في أرقام تجاوزت الدعم المقرر أو الأرقام المحطوطة في الموازنة نقدر نتدخل من خلال الاحتياطي العام ده ونضخ زي ما عملنا السنة اللي فاتت وتحملنا زيادات سعر السولار على مدار الثلاث أربع أو الست شهور الأخرانيين من العام المالي الماضي وتحملناهم، وما حاولناش إن احنا نزود سعر السولار نتيجة لإدراكنا إن سعر السولار ده بيسمى في حاجات كتيرة، منها طبعا النقل الجماعي، نقل البضائع، تشغيل الآلات الزراعية. فكنا حريصين كل الحرص السنة اللي فاتت إن إحنا ما نزودش سعر السولار على أمل إن الظروف الخاصة بهذه الحرب تكون ظروف استثنائية وتنتهي في فترة قريبة ونقدر بعد كده نعود إلى كما كانت الأسعار. وخلال كلمته أشار مدبولي إلى أن مصر تستهلك نحو 100 مليار رغيف خبز سنويا، ومشيرا إلى حرص الدولة على استمرار دعم منظومة الخبز في مصر. بالنسبة لموضوع دعم الخبز، الحياة الدولة المصرية لديها برنامج شديد الخصوصية في هذا الموضوع، وإحنا كنا حريصين على استمرار دعم منظومة الخبز بالرغم من الارتفاع الجنوني اللي حصل في سعر القمح على مستوى العالم. عشان بس نبقى عارفين إحنا كمصر بنستهلك قد إيه، مصر بتستهلك يومياً 270 مليون رغيف خبز مدعم، بنقترب في السنة من 100 مليار رغيف. طب احنا طبعا كلنا عارفين ان سعر الرغيف المدعم قبل زيادة القمح، احنا كنا بنشتري القمح من سنة كان سعر متوسط سعر الطن 260 دولار. الفترة السابقة وصل سعر الطن ما يقرب من 500 دولار. لكن خلينا ناخد المتوسط، احنا كان تكلفة رغيف الخبز علينا قبل ما تحصل هذه الأزمة كان تكلفته على الدولة بستين قرش، وكانت الدولة بتبيعه بالخمس قروش. النهاردة طب تكلفة الرغيف قد ايه؟ وصلت النهاردة مع زيادات القمح 80 قرش، لكن ما زالت الدولة مستمرة في دعم الرغيف وبنفس السعر اللي هو موجود والنهاردة متاح.
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إنه من المقرر برفع حد الإعفاء الضريبي للمواطنين من العاملين سواء بالقطاع العام أو القطاع الخاص، بحيث يتم إعفاء من يكون راتبه نحو 2500 جنيه شهريا بدلا من 2000 جنيه حاليا، وموضحا أن الدولة كانت حريصة على أخذ خطوات إضافية للحماية الاجتماعية وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. النهاردة القرار اللي خدناه بزيادة أعداد المستفيدين من تكافل وكرامة لأن احنا نزود 450 ألف أسرة جديدة بحيث يصل عدد الأسر المستفيدة إلى 4.2 مليون أسرة بقيمة إجمالية قد إيه النهاردة ضمن موازنة الدولة 22 مليار جنيه. أنا عايز بس أحط 22 مليار جنيه السنة دي وصاد نفس الرقم اللي كان خاص لهذا البرنامج في موازنة 15-16 كان 11 مليار. يعني احنا فقط في الكام سنة دول ضاعفنا المخصصات الخاصة بتكافل وكرامة للضعف من خلال ان احنا بنتوسع في ادخال اكبر عدد من الاسر عشان تستفيد من هذا البرنامج الكبير. السنة دي مخصصين دعم للاسكان الاجتماعي لوحده يقترب من 8 مليار جنيه، بالإضافة إلى 11 مليار جنيه للتأمين الصحي وعلاج الغير قادرين على نفقة الدولة، ده بالإضافة للتوسع في تطبيق التأمين الصحي الشامل. احنا كنا كل اللي كان عندنا من فترة من سنة كانت محافظة بورسعيد، النهاردة بقينا بنطبق في 6 محافظات، وكان توجيه فخامة الرئيس ان احنا نقصر مدة التطبيق بدل ما كانت هتبقى 15 سنة تبقى 10 سنوات على مستوى الجمهورية عشان كل المواطنين يستفيدوا من التأمين الصحي الشامل. الحقيقة من المقرر إن شاء الله خلال هذا العام أيضاً إن احنا نرفع حد الإعفاء الضريبي لكل العاملين في الدولة سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، بحيث إن المواطن اللي دخله مرتبه 2500 جنيه شهرياً ما يدفعش ضرائب، بدل ما هو حالياً بيبقى فقط اللي عنده اللي هو مرتبه 2000 جنيه هو اللي ما يدفعش. فإحنا إن شاء الله مع الإجراءات التشريعية اللي هتكتمل هيبقى بيزيد حد الإعفاء الضريبي، بدل ما يبقى 2000 جنيه يبقى 2500 جنيه شهرياً ما يدفعش فيها ضرائب خالص المواطن، وبالتالي ده كله بيتيح مرة أخرى آلية للتسيير على المواطنين. هذا وقد أضاف مدبولي أيضا أن مصر تواصل جهودها لتأمين احتياطي استراتيجي لمدة 6 أشهر من السلع الرئيسية رغم التحديات غير المسبوقة. مجال توفير السلع الأساسية ومع كل الأزمات الغير مسبوقة اللي حضراتكم شايفينها والارتفاع الغير مسبوق في أسعار كل السلع، الدولة المصرية بتبذل جهد غير عادي في تأمين أن يكون عندنا احتياطي استراتيجي من كل السلع الأساسية في حدود متوسط 6 أشهر، وده اللي الحمد لله وبفضل الله وكرمه قادرين إن احنا نحققه حتى في ظل كل هذه التحديات الغير مسبوقة وارتفاع سعر هذه السلعة سواء القمح، زيت الطعام، كل السلع الرئيسية عندنا ولله الحمد في هذه اللحظة وأنا بتكلم مع حضراتكم متوسط 6 أشهر مخزون استراتيجي، وبالتالي ده بيؤمن الدولة أي نوع من أنا آسف الأزمات اللي ممكن تحصل، على الأقل بنبقى ضمنين إن لدينا احتياجاتنا وبنشتغل دايماً على إن هذا المخزون اللي هو 6 أشهر لا يقل بأي حال من الأحوال خلال الفترة القادمة. ونتيجة لهذا الكلام أنا عايز أقول لحضراتكم إن حتى الدعم التمويني السنة دي زايد ل 90 مليار جنيه بدلاً من 87 مليار اللي كان موجود السنة الماضية. كما قال الدكتور مصطفى مدبولي إن الدولة المصرية مستمرة في عمليات وبرامج الحماية الاجتماعية، ومشددا على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على متابعة تلك الإجراءات. وعلى الرغم من كل هذه البرامج اللي الدولة المصرية والحمد لله بتنفذها، الحقيقة كان في توجيه من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا للحكومة إن احنا نضع حزمة أخرى وإضافية من الحماية الاجتماعية، واللي إن شاء الله الحكومة النهاردة بتعدها وإن شاء الله هنعرضها على فخامة الرئيس ونشوف توجيهات فخامته في خلال الفترة القادمة عشان نوسع بأكبر عدد ممكن قاعدة المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية اللي الدولة المصرية النهاردة بتخاطبهم بيها، أخذا في الاعتبار وإدراكا منا بالظروف الاستثنائية الغير مسبوقة اللي العالم بيمر بيها. وقد وجه رئيس الوزراء خلال كلمته بعدد من الرسائل المهمة حول دعم الدولة لتخفيف العبء عن المواطنين، نستعرضها معكم مشاهدينا في سياق العرض التالي.
وللمزيد من النقاش مشاهدينا ينضم إلينا هاتفيا الآن الدكتور عمرو صالح، أستاذ الاقتصاد السياسي ومستشار سابق للبنك الدولي. يا دكتور تحياتي لحضرتك في البداية. أهلا بك، مساء الخير عليك وعلى كل مشاهدينك. أهلا. تأكيدات من رئيس الوزراء على استمرار دعم الدولة للمواطن رغم التحديات الراهنة، كيف نقيم هذه الجهود في ظل ما يعانيه العالم من أزمات؟ الحقيقة الدولة بتبذل يعني كافة المجهودات وبتحاول بالسياسة النقدية والسياسة المالية إنها تقدر تعدي هذه الأزمة المتمثلة طبعا بالأساس في ارتفاع الأسعار وحجم التضخم اللي موجود. لكن خليني أقول لك إن الحكومات على مستوى العالم ليس فقط في مصر ما عندهاش اختيارات كتيرة. يمكن شفنا في الولايات المتحدة تضخم وصل لأعلى مستوى 9.75%، لأعلى مستوى من 40 عام، نسب تضخم كبيرة جدا على مستوى العالم طبعا بسبب أزمة الوقود والطاقة وسلاسل التوريد والنقل. وتاني بقول إن الحكومات للأسف في هذه الأزمة ليس لديها خيارات متعددة. الفيدرال ريزيرف أو المصارف المركزية على مستوى العالم رفع سعر الفايدة، الولايات المتحدة مثلا رفعت 75% 75 نقطة، وده طبعا رقم كبير يقترب من 1 وعمرها ما رفعت. لكن أنا برجع أقول تاني إن رفع سعر الفايدة أو التدخل المالي ليس الحل. وعشان كده للأسف إحنا عارفين هذه الأزمة أزمة مصدرة إلينا من الخارج نتيجة الحرب اللي دايرة في روسيا وأوكرانيا، ونتيجة أزمة سلاسل التوريد، ونتيجة الانكشاف المالي لعدد كبير من البنوك وعدد كبير من الدول، مش بس المؤسسات المالية حتى الدول. شفنا في سريلانكا الصندوق النقدي الدولي بيحذر، في باكستان بيحذر، في السلفادور كثير من الدول بتعاني من مشاكل. لكن تاني أنا بقول إن الحكومات للأسف، لأن إحنا في فترة حرب، إحنا في أزمة، في أزمة اقتصادية، مش بس أزمة اقتصادية ولا أزمة مالية، إحنا في حرب على مستوى العالم، في أزمة بين الولايات المتحدة وبين روسيا والصين، والأزمة دي أصابت العالم كله. للأسف تاني برجع أقول إن الحكومات ما عندهاش خيارات متعددة، لكن الدولة المصرية على سبيل المثال بتحاول تبذل كل ما يمكن إنها تبذله في سبيل رفع الحمل من على كاهل المواطن، رغم إن تاني إن هذه الأزمة أزمة خارجية ومحدش. طيب دكتور عمرو، إذا تحدثنا عن بعض التصريحات التي أشار لها يعني رئيس الوزراء المصري، ربما قال أن الدولة تتجه لإعادة تخطيط الميزانية لاستيعاب مستجدات الأزمات العالمية الراهنة والتي انعكست على جميع دول العالم دون استثناء. إذا تحدثنا عن خصوصية التجربة المصرية في ظل كل هذه التحديات التي يعيشها العالم منذ عامين، سواء كانت لتداعيات أزمة جائحة كورونا أو كذلك أيضا الأزمة الروسية الأوكرانية، ماذا عن خصوصية التجربة المصرية؟ شوفي، احنا كنا ماشيين بشكل طيب جدا حتى أزمة كورونا، ويمكن حتى بعد أزمة كورونا احنا كنا من الدول ال 18 اللي حققت نسبة نمو بوزيتيف على مستوى العالم، وده نتيجة خطة الإصلاح الاقتصادي أو التقشف الاقتصادي الشديد والدقيق والعملي والمهني جدا البروفيشنال اللي مصر طبقته حتى بشهادة المؤسسات الدولية. وكان عندنا حزمة من المساعدات وحزمة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية والتشريعية مكنتنا من احنا نقدر نحقق نمو اقتصادي كبير جدا، وصلنا 6.5% بعد ما كنا وقعنا في النمو الاقتصادي بعد الثورة ل 1.8، والأرقام مهمة، من 1.8 إلى 6.5%. وكان عندنا ديسيبلين أو كان عندنا نوع من النظام المالي اللي بيها خفضنا العجز في الموازنة، وده شيء كان مهم ضمن النجاحات المصرية أو السياسة المصرية إن احنا نخفض العجز في الموازنة. النهاردة أنت بتواجهي صعوبات في مدخلات العملة الأجنبية، بتواجهي صعوبات على مستوى السياحة، بتواجهي صعوبات في التصدير، سلاسل التوريد، انخفاض حجم التجارة الدولية من 6% في الثلاث سنين اللي فاتت إلى 3%، وتوقعات إنها توصل ل 2.5%، وبالتالي تجارتك الخارجية وصادراتك أكيد بتتأثر. فشوفي حجم التحديات اللي الدولة بتواجهها، ومع ذلك الدولة صامدة فيما يخص المساعدات الاجتماعية. يعني شقين بتشتغلي عليهم، الشق الاقتصادي والشق الاجتماعي. وفي كثير من الاحيان في بعض الدول لما يحصل عجز او تعجز معاكي بتضطري ان انت تضحي بالجانب الاجتماعي علشان تشتغلي على الجانب الاقتصادي عشان تخلقي فرص عمل. لكن احنا ماشيين الحقيقه على الجناحين، وتفتكر ان السيد الرئيس يمكن في
2014 عند بدء برنامج الاصلاح الاقتصادي اصر، وده كان خلاف مع صندوق النقد الدولي والمؤسسات الدوليه، اصر على ان يكون في جانب اجتماعي يمشي بالتوازي مع برنامج الاصلاح الاقتصادي، وفعلا ده جاب نتيجه لان الفئات الاولى بالرعايه بالظبط، ده انفاق على المشروعات القوميه والاستثمار، ومع زي ما حضرتك بتقولي الفئات الاولى بالرعايه وبرنامج تكافل وكرامه والمراه المعيله والدعم وحياه كريمه مؤخرا ودعم الصحة والتعليم، ده كان جانب مهم جدا من التجربة المصرية اللي أشادت بها كريستينا جارد قبل ما تترك مصيرها في البنك الدولي، وقالت أن مصر تجربة فريدة lessons learned، عايزين نيجي نشوف كيف نجحت مصر في تخطي الأزمة، لأن نفس السيدة تفتكري في 2013 لما كنا بنحاول ناخد قرض من البنك الدولي بمقدار 1.3 مليار دولار وعندنا 14 شهر عشان ناخد هذا القرض وفشلنا في مفاوضات مع البنك الدولي، رغم ان احنا عندنا تاريخ كبير مع المؤسسات الدوليه، النهارده محفظه استثماراتنا او محفظه قروضنا او محفظه تعاوننا مع البنك الدولي 17 مليار دولار مش 1 ولا 2 مليار دولار، فكون النهارده المؤسسات الدوليه تشيد بالاصلاح الاقتصادي، كل المؤسسات الدوليه تتعامل كون ان احنا بيدل على ثقه يعني وتغيير النظرة لمصر خاصة بعد نجاح هذه التجربة، والظروف الصعبة هي التي يعني تؤكد نجاح موقف مصر الاقتصادي. الدكتور عمرو صالح أستاذ الاقتصاد السياسي ومستشار سابق للبنك الدولي، شكرا جزيلا لحضرتك على هذه المناقشة والإيضاحات. على الصعيد المحلي أيضا مشاهدينا، وصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للتصدي لجرائم حجب السلع عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها، حيث أسفرت الجهود عن ضبط العديد من الجرائم التموينية. تصد حاسم وفعال من أجهزة وزارة الداخلية لكافة الجرائم التموينية، حيث تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع فروعها الجغرافية بمديرية الأمن وقطاع الأمن العام من ضبط 138 طن ملح طعام بحوزة مالك مصنع لتعبئة وإنتاج ملح الطعام بالمنوفية، قام بتجميعها بهدف بيعها بأزيد من سعرها المتداول بالأسواق. كما نجحت الإدارة في ضبط قرابة 60 طن دقيق أبيض ومكرونة وأرز وسكر. قام مالك ومسؤول عدد من مخازن وشركات لتجارة السلع الغذائية ومخبز بلدي بتجميعها وتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق بهدف رفع أسعارها وبيعها بأزيد من أسعارها المتداولة، وذلك خلال حملات شنتها الإدارة بالقاهرة والبحيرة ومطروح وجنوب سيناء والقليوبية والشرقية. وتمكنت من ضبط 6 أطنان دقيق بلدي مدعم بحوزة مسؤول عن مخزن بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية بالجيزة، قام بتجميعها للإتجار بها في السوق السوداء والاستيلاء على فارق الدعم المخصص لها، وهو ما يعد تلاعب في منظومة الدعم الذي توفره الدولة للمواطنين. كما نجحت الإدارة في ضبط أكثر من 100 طن مواد غذائية، قام مسؤول مخزن بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية بالجيزة بحجبها عن التداول بالأسواق وعدم الإعلان عن أسعارها بهدف بيعها بسعر أزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط 233 طن أقماح مستوردة ودقيقة، قام المسؤول عن مطحن بالقليوبية بتخزينها لبيعها بأزيد من السعر المتداول. كما تمكنت الإدارة من ضبط قرابة 10,000 طن أقماح محلية ومستوردة بحوزة المسؤول عن مطحن بالشرقية، وهي مجهولة المصدر، كان يهدف لبيعها بالسوق السوداء. واستمرارا للجهود الأمنية للتصدي لجرائم حجب السلع للتداول والنتائج الإيجابية المحققة في هذا الإطار، تمكنت الإدارة من ضبط أكثر من 300 طن أسمنت وحديد تسليح تم حجبها عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها وبيعها بالسوق السوداء بنطاق محافظات الإسكندرية والغربية والمنوفية والقليوبية والدقهلية. وعلى صعيد ضبط السلع منتهية الصلاحية،
تمكنت الإدارة من ضبط 233 طن مخللات وملح طعام غير صالحة للاستهلاك الآدمي بحوزة مالك مصنع بدون ترخيص لإنتاج وتعبئة المخللات بالشرقية ومالك مصنع لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية بالفيوم. ونجحت الإدارة في ضبط أكثر من 25 طن أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي قبل أن يتمكن مالك ومسؤول مخزن ومحل ومصنع لتجارة السلع الغذائية وإنتاج الأسماك المدخنة بأسوان والقاهرة والجيزة من طرحها بالأسواق، وهو ما يضر بصحة المواطنين. كما تم ضبط 112 طن أعلاف حيوانية غير صالحة للاستهلاك الحيواني وذات أثر ضار على الثروة الحيوانية، وذلك خلال حملات شنتها الإدارة بنطاق محافظتي الغربية والمنوفية. كما نجحت في ضبط 9 أطنان أسمدة زراعية غير صالحة للاستخدام الزراعي وتؤثر بالضرر على الثروة الزراعية بحوزة مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية والمسؤول عن مخزن بدون ترخيص لتجارة الأسمدة الزراعية بالشرقية، وضبط 1250 طن أسمدة زراعية مدعمة خاصة بأحد البنوك ومحظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية. قام مسؤول شركة لتجارة وتوزيع الأسمدة الزراعية بالبحيرة بتجميعها وإعادة تعبئتها داخل شكائر عليها علامات تجارية مقلدة للإتجار بها في السوق السوداء. كثفت أيضا أجهزة وزارة الداخلية التواجد الأمني بمواقف سيارات الأجرة ومحطات الوقود بكافة المحافظات لضمان التزام السائقين بالتعريفة المحددة ولمنع احتكار المواد البترولية. انتشار أمني مكثف لوزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، حيث واصلت الأجهزة الأمنية تواجدها في مواقف السيارات ومحطات الوقود بمختلف المحافظات لضمان التزام السائقين بالتعريفة المحددة من قبل كل محافظة ولمنع احتكار المواد البترولية. كما نظمت الإدارة العامة للمرور وإدارات المرور بمختلف المحافظات حملات مرورية على طول خطوط السير للتأكد من التزام السائقين بتعريفة الركوب المحددة وفحص شكاوى المواطنين في هذا الشأن واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين. وإلى الشأن الدولي مشاهدينا، حيث حثت وزيرة الخزانة الأمريكية قادة مجموعة العشرين على العمل بشكل أوثق لمواجهة تأثير العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، ودعت أيضا المجتمع الدولي إلى تحميل روسيا المسؤولية عن الأزمة الحالية وتأثيراتها على أسعار الطاقة والأمن الغذائي، وشددت على ضرورة وضع حد أقصى لسعر النفط الروسي، ومضيفة أنه بدون حد أقصى للسعر سيصبح حظر أوروبا وربما أمريكا على توفير التأمين والخدمات المالية الأخرى ساريا، مقترحة تقديم استثناء من شأنه أن يسمح لروسيا بالتصدير طالما أن السعر لا يتجاوز مستوى يتم تحديده. اعتبرت السفارة الروسية في واشنطن أن الولايات المتحدة تريد إبعاد موسكو عن تجارة المواد الغذائية في العالم، وقالت السفارة الروسية إن الاتهامات الأمريكية لموسكو بعرقلة تصدير المنتجات الزراعية من أوكرانيا هي عديمة الصحة ولا تتوافق مع الحقيقة، ومشددة على أن الولايات المتحدة تسعى لإعادة توزيع سوق تجارة المنتجات الزراعية في العالم. We'll be right back.
من موسكو العاصمة الروسية. مشاهدينا، يحدثنا الآن الزميل حسين مشيكا مراسل إكسترا نيوز من هناك. حسين، تحياتي لك. في البداية، اتهامات متبادلة ما بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، هل لديك بعض المعلومات الجديدة بخصوص الجانب الروسي في هذه الموجة من تبادل الاتهامات بينهما؟ نعم آية، تحياتي. بالفعل اليوم السفارة الروسية في واشنطن أكدت على أن الاتهامات الأمريكية لموسكو بعرقلة تصدير المنتجات الزراعية من أوكرانيا هي غير صحيحة، وأن القوات الأوكرانية هي التي تعرقل تصدير المنتجات الزراعية من الأراضي الأوكرانية نتيجة الألغام التي وضعتها القوات الأوكرانية في الموانئ. أيضا موسكو تعهدت بالمساعدة في حل أزمة الغذاء العالمية، لكن ذلك يجب أن يتزامن بالشروط التي أعلنت عنها موسكو في وقت سابق، والتي تقضي برفع العقوبات على روسيا وإزالة القوات الأوكرانية للألغام التي وضعتها في الموانئ. اليوم كان هناك اجتماع للطرفين الروسي والأوكراني لبحث أزمة الغذاء وإمكانية تصدير المنتجات الزراعية والحبوب من أوكرانيا. الجانب الروسي وافق على تصدير الحبوب من أوكرانيا، لكن يجب أن تتفتش كل السفن التي سيتم تصدير الحبوب بها من أوكرانيا إلى الخارج، وبالعكس نتيجة تهريب الأسلحة ولمنع تهريب الأسلحة. كل المعلومات والتصريحات الغربية التي تتهم موسكو بعرقلة تصدير المنتجات الزراعية من الأراضي الأوكرانية، موسكو تعتبرها على أنها معلومات وتصريحات خاطئة، هي لتشويه الصورة الروسية أمام المنظمات الدولية وأمام الرأي العام الدولي. أما الحقيقة هي أن موسكو ملتزمة بكافة الاتفاقيات المبرمة بين موسكو وبين الشركاء في الدول العالم، لكن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والغرب على روسيا هي من ساهمت في وجود أزمة الغذاء العالمية. وقالت السفارة الروسية في واشنطن إن المستوردين للبضائع والمنتجات الغذائية من روسيا لا يمكن يتعرضون إلى مشاكل نتيجة العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على روسيا، حيث شبه الرئيس طيب هذه حسين العقوبات. تعلم جيدا أن هذه الاتهامات لا تقف فقط عند محطة الولايات المتحدة الأمريكية، تعلم جيدا أن هذه الاتهامات تمتد للجانب الأوروبي الغربي بالنسبة لروسيا. إذا تحدثنا عن الاتهام الأوروبي أيضا الذي يقول بأن روسيا تستخدم الغاز كسلاح حرب في هذه الأزمة الأخيرة بينها وبين أوكرانيا، بشكل أو بآخر كيف تستقبل هذه الاتهامات روسيا، وكيف تفكر في البدائل والسيناريوهات المتوقعة إذا يعني امتدت أمد هذه الحرب بين روسيا وأوكرانيا؟ آية، بالنسبة للتصريحات الأوروبية حول الغاز من روسيا وحول وقف شركة غازبروم تصدير الغاز إلى الدول الأوروبية لمدة 10 أيام، حسب ما أعلنت الشركة هي نتيجة عطل أصاب خط نورد ستريم 1، لكن الجانب الروسي يؤكد على أن الدول الأوروبية هي من أطلقت النار على نفسها، وهي من نتيجة قراراتها الخاطئة هي من أدت إلى هذه المشكلة، وهذا ما كانت تحذر منه موسكو منذ بداية الأزمة ومنذ اليوم الأول لبدء العملية العسكرية. موسكو كانت تحذر الدول الأوروبية من الانسجام التام مع الولايات المتحدة في فرض العقوبات على روسيا، للإشارة إلى أن الجانب الألماني هو من علق العمل في خط نورد ستريم 2، هذا ما تؤكده موسكو وقبل إعلانها عملية عسكرية على الفور. بعد اعتراف موسكو بدونيتسك ولوغانسك، ألمانيا أعلنت وقف العمل في خط نورد ستريم 2، هذه المشكلة الأولى. والمشكلة الثانية هي كانت مشاركة الدول الأوروبية للغرب بفرض العقوبات على روسيا، كل هذه الأمور أدت إلى تفاقم الأزمة بين روسيا من جهة وبين الدول الأوروبية من جهة ثانية. وبالرغم من كل ذلك إلا أن الجانب الروسي يؤكد التزاماته التامة تجاه الشركاء الغربيين وتجاه الشركاء الأوروبيين، والجانب الروسي يتعهد بمواصلة تصدير الغاز إلى الدول الأوروبية، لكن ذلك يجب أن يتزامن مع عدة أمور، ومن أهم هذه الأمور هي رفع الدول الأوروبية العقوبات على روسيا.
روسيا. كما تعلم آية، الاتحاد الأوروبي يدرس الآن حزمة جديدة من العقوبات لفرضها على روسيا، وبالمقابل يطالب من روسيا بمواصلة تصدير الغاز إلى الدول الأوروبية، وأيضا بالمساعدة في حل أزمة الغذاء. كل هذه الأمور الاتحاد الأوروبي يتخذها ضد روسيا، وبالمقابل يطلب المساعدة من روسيا. حسب التصريحات الروسية بأنه يوجد انفصام في القرارات الأوروبية، والقرارات الخاطئة التي تم اتخاذها من قبل المسؤولين في الدول الأوروبية هي من أدت إلى هذه الأزمة وليست روسيا. حسين، أنت أشرت إلى بطبيعة الحال وبطبيعة موقعك أشرت إلى وجهة النظر الروسية، ولكن دعنا نستعرض وجهة النظر الغربية الأوروبية تجاه ما قلته تحديدا من مؤشرات وكذلك من تصريحات خاصة بالجهات الرسمية في روسيا، مع الزميل عربي مرزوق يحدثنا من العاصمة الألمانية برلين. طبعا حسين أنت معنا الآن وتسمع أيضا وجهة النظر التي يستعرضها بعد لحظات الزميل عربي مرزوق. عربي، برحب بك. وإذا تحدثنا عن نفس التصريح ونفس التساؤل الأخير التي أشرت له ربما لي زميلي حسين مشيك من موسكو يحدثنا بأن هناك تصريح واضح واتهام واضح من وجهة النظر الأوروبية بأن روسيا تستخدم السلاح أو الغاز كسلاح حرب بشكل مباشر، ومن هنا هناك تداعيات كثيرة ربما يعني تعيشها أوروبا والمواطن الأوروبي أيا كانت الدولة، ليست فقط ألمانيا، وهناك استعداد لسيناريو وشيك ربما يكون في فصل الخريف أو الشتاء القادم لا أحد يعلمه حتى الآن. هل هناك أي جديد لديك بخصوص هذه الأمور وهذه الزوايا عربي؟ الحقيقة هذه التصريحات جاءت بشكل مباشر على أعضاء الحكومة الألمانية وعلى رأسهم روبرت هابيك وزير الاقتصاد ووزير الطاقة الألمانية، صرح بهذا الأمر أيضا أنالينا بيربوك. الأمر وصل للمستشار الألماني أولاف شولز الذي أكد أن روسيا بالفعل تستخدم سلاح الغاز كسلاح سياسي ضد العقوبات الغربية الآن على الجانب الروسي نتيجة عملياتها العسكرية على الأراضي الأوكرانية. ولكن الجديد الذي خرج صباح اليوم على مختلف وسائل الإعلام الألمانية هو أمر جديد تماما. وسائل الإعلام الألمانية قالت، وأيضا بعض المسؤولين وأعضاء البرلمان الألماني البوندستاج، أن روسيا كانت تتحجج بوقف ضخ الغاز في نورد ستريم واحد نتيجة نقص أو عطل في التوربينة التي يتم إصلاحها في كندا، وكندا تؤخر توريد هذه التوربينة للجانب الروسي. هذا الأمر حل الآن، ولكن اليوم هناك تصريحات جديدة من المتحدثة باسم الخارجية الروسية نشرت هنا بأن روسيا لأول مرة تقول الآن بأن عملية ضخ الغاز واستمرار ضخ الغاز في مشروع نورد ستريم واحد للجانب الألماني والأوروبي مرتبط بالعقوبات غير الشرعية من وجهة النظر الروسية، عقوبات غير الشرعية التي سنتها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومختلف وعدد من دول العالم ضد الجانب الروسي، وكانت تتحدث تحديدا عن العقوبات غير الشرعية من وجهة النظر الروسية من الجانب الأوروبي تحديدا. لذلك عملية الضخ في المستقبل ربما هي مرتبطة باستمرار هذه العقوبات. إذا استمرت هذه العقوبات في المستقبل لن يكون هناك ضخ للغاز بعد عمليات الإصلاح التي تستمر الآن لمدة 10 أيام. هذا التصريح جديد تماما حسب ما نشر هنا تحديدا، أيضا نشرته القناة الأولى الرسمية هنا في ألمانيا قبل ساعتين تحديدا. طيب عربي، يعني نريد أن نعرف هل هناك جديد بالنسبة للجانب الروسي من الزميل حسين مشيك. حسين، يعني هل لديك تفاصيل جديدة لما قاله عربي من وجهة النظر الأوروبية الألمانية تحديدا بخصوص استمرار فرض العقوبات وكذلك ردة الفعل الروسية المتوقعة من ذلك؟ آية، بالنسبة لما قاله زميلي عربي مرزوق من ألمانيا، الخارجية الروسية يوم أمس قالت إن روسيا لا علاقة لها بأن يكون المواطن الأوروبي بدون تدفئة في فصل الخريف المقبل. هذه إشارة من قبل الخارجية الروسية إلى الدول الأوروبية على أن الاستمرار الأوروبي في فرض المزيد من العقوبات على روسيا، هذا الأمر روسيا لن تقبله، وروسيا لن تعود كما كانت في السابق تبيع الطاقة والغاز بشكل رخيص إلى الدول الأوروبية. الدول الأوروبية هي من اختارت خيار المواجهة ضد روسيا، فبذلك وبطبيعة الحال روسيا لن تقف مكتوفة الأيدي ولن تسمح للدول الأوروبية والدول الغربية وعلى رأسها
الولايات المتحدة بالاستمرار في شن الحرب الاقتصادي على روسيا. كما تعلم ومنذ فترة سابقة أي ومنذ العام 2014 روسيا تبحث عن بديل للدول الأوروبية. الجانب الروسي الآن يؤكد على أن هذا البديل أصبح مؤمن، وروسيا ستبيع الغاز والنفط إلى البديل بأسعار منخفضة جدا مقارنة مع الأسعار التي ستبيعها روسيا إلى الدول الأوروبية. الدول الأوروبية نتيجة قراراتها الخاطئة هي من تتحمل مسؤولية هذه القرارات. الجانب الروسي لا علاقة له بهذه القرارات. روسيا حذرت في الوقت الأول للعملية العسكرية وفي بداية الأزمة الجانب الأوروبي من التماشي التام. روسيا كما أشرت بأنها ليست لها أي علاقة بخصوص تداعيات الموقف، يعني كما أشرت عن وجهة النظر الروسية. عربي، يعني أعود إليك من جديد، هل لك رد على هذه التصريحات التي أشار لها حسين في سياق الرؤية الألمانية في يعني الترابط الأوروبي ووجهات النظر المشتركة ما بين ألمانيا وكذلك دول الاتحاد الأوروبي، ردا على هذه التصريحات من الجانب الروسي بخصوص تداعيات الموقف؟ الحقيقة هي هناك موقف منقسم الآن هنا داخل ألمانيا وداخل الاتحاد الأوروبي بشكل كامل. هناك أيضا على سبيل المثال، على الرغم من تصريحات المسؤولين الألمان بأن روسيا هي المتسببة في أزمة الجوع في العالم وأنها تستخدم الغاز كسلاح سياسي الآن، هناك أيضا رئيس معهد إيفو الاقتصادي دكتور شن، وهو واحد من أشهر الاقتصاديين، عندما يتكلم الجميع يسمع له هنا، حتى البروفيسور شن، حتى أعضاء الحكومة الألمانية. الحقيقة هو أيضا قام بانتقاد الحكومة الألمانية، وهو بروفيسور ألماني في الاقتصاد مشهور جدا هنا، انتقد الحكومة الألمانية وانتقد الحكومة الأوروبية، وقال كان يجب معالجة العقوبات التي تمت على روسيا بشكل مختلف عن الشكل الموجود الآن، وقال بشكل صريح أن ألمانيا على مدار السنوات الماضية وضعت أمنها في يد الولايات المتحدة الأمريكية ونموها في يد الصين وأمنها في الطاقة في يد روسيا بشكل كامل، وكان يجب على الحكومة الألمانية أن تقوم بتنويع مصادر الطاقة منذ أكثر من 40 عاما، ولكن الحكومة الألمانية نتيجة الممارسات خلال الفترة الماضية كانت يعني اعتمدت على روسيا بشكل كامل نتيجة رخص أسعار الغاز التي تأتي من الجانب الروسي، وكان يجب تنويع مصادر الغاز، كان يجب التعامل مع هذه الأزمة بشكل مختلف. ولكن بالطبع هناك أيضا تصريحات خرجت من لجنة الاقتصاد من المفوضية الأوروبية بشكل مباشر، وقالوا أن النمو الذي سينخفض العام المقبل على سبيل المثال في منطقة الاتحاد الأوروبي نتيجة العمليات العسكرية على الأراضي الأوكرانية، ولم يقولوا نتيجة العقوبات الأوروبية على الجانب الروسي، قالوا نتيجة العمليات العسكرية على الأراضي الأوكرانية. هناك بعض الاقتصاديين في ألمانيا يعني قالوا لا، أن الانخفاض في الناتج داخل الاتحاد الأوروبي والنمو داخل الاتحاد الأوروبي بسبب بالطبع يعني الموضوع مفهوم اقتصاديا بسبب العمليات، بسبب العقوبات المفروضة على الجانب الروسي يحدث النمو المنخفض والتضخم الكبير الذي وصل إليه الآن الاتحاد الأوروبي وألمانيا بشكل كامل. طبعا أنا بشكركم شكرا جزيلا زملائي. حسين مشيك من موسكو حدثنا وطبعا عرض لنا وجهة النظر الروسية، وكذلك الشكر موصول لزميلي عربي مرزوق حدثنا من العاصمة الألمانية برلين، والذي استعرض لنا وجهة النظر الأوروبية وتحديدا الألمانية ردا على هذه التصريحات المتبادلة. شكرا جزيلا لكما. عقد قادة الإمارات والولايات المتحدة وإسرائيل والهند قمة افتراضية، وركز الاجتماع الرباعي على أزمة الأمن الغذائي والطاقة النظيفة، حيث شدد المشاركون على ضرورة بناء حلول ملموسة لتعزيز الأمن الغذائي والنظم الغذائية المستدامة. وفيما يتعلق بالطاقة النظيفة، أكدت القمة العمل على تطوير مشروع طاقة متجددة في الهند لتوليد نحو 300 ميجا وات من طاقة الرياح والطاقة الشمسية. وخلال مؤتمر صحفي عقب القمة الرباعية، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن التزام الولايات المتحدة الأمريكية تجاه السلام والاستقرار في المنطقة. وأشار بايدن إلى أن هذا اللقاء الرباعي واعد على صعيد التعاون الاقتصادي والسياسي والتكنولوجي، لافتا إلى أهمية المصالح الاقتصادية في إيجاد تعاون مشترك. وقال بايدن إن المرحلة الحالية تتطلب التعاون من الجميع من أجل مواجهة التحديات. أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة تسعى إلى دعم السلام والأمن في المنطقة،
ولدى وصوله إلى إسرائيل في مستهل جولته الشرق أوسطية الأولى منذ تولي منصبه، قال بايدن إن حل الدولتين هو السبيل لتحقيق الاستقرار في المنطقة. كان البيت الأبيض أوضح أن جولة بايدن تشمل أيضا الضفة الغربية والسعودية، وتهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والأمني الإقليمي. المزيد من المعلومات والتفاصيل مشاهدين عن جولة بايدن الشرق أوسطية الأولى منذ تولي منصبه، ينضم إلينا مباشرة الآن من واشنطن الزميل كريم يسري مراسل إكسترا نيوز من هناك. كريم، تحياتي لك في البداية وإليك الكلمة وبخصوص هذه الجولة الشرق أوسطية الأولى لجو بايدن، تفضل. نعم، هي بالتأكيد تلك الجولة الأولى للرئيس جو بايدن في الشرق الأوسط، جاءت مدفوعة بالعمليات العسكرية الروسية على أوكرانيا وما يعني تبعها من عقوبات فرضت على روسيا من المجتمع الغربي المتمثل في الولايات المتحدة والحلفاء في أوروبا، والتي حقا أثرت سلبا على الأوضاع الاقتصادية الداخلية لتلك المجتمعات، خاصة المجتمعات الأوروبية وأيضا المجتمع الأمريكي. نتحدث عن أن جو بايدن في مستهل زيارته توجه إلى إسرائيل، ربما هناك عدة ملفات ناقشها اليوم مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، أهمها بالتأكيد ملف البرنامج النووي الإيراني واتفاقيات السلام بين إسرائيل والدول العربية بالنسبة لمستقبل تلك الاتفاقيات، وهل ستكون هناك اتفاقيات جديدة. ويعني كان هناك تأكيد اليوم من قبل الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي على أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا وأن الولايات المتحدة ستحرص على ذلك. أما بالنسبة للقمة الرباعية التي خرجت بين الجانب الأمريكي الإسرائيلي الهندي الإماراتي، بالتأكيد يعني جو بايدن في كلمته خلال تلك القمة ذكر بأن بأن رؤساء تلك الدول يحظون بعقول شابة، وبأن مجتمع ريادة الأعمال في تلك الدول الأربع هي من أهم الدول العاملة في مجال ريادة الأعمال. أشار أيضا إلى الاستثمارات الإماراتية في الهند في مجال زراعة واستصلاح الأراضي، وأيضا أشار إلى الاستثمارات الأمريكية وبمشاركة أيضا تكنولوجيا إسرائيلية في مجالات تطوير أو توليد الكهرباء النظيفة. ذكر بأن تلك القمة هامة للغاية بالنسبة لموضوعين هامين للغاية على الساحة الدولية، وهي أزمة الطاقة وأزمة نقص الطاقة، وأيضا يعني أزمة التغيرات المناخية. ذكر بأن يجب على مدار الفترة القادمة التعاون بشكل أكبر يعني لمحاربة التغير المناخي، وأيضا ذكر بأن العمليات الروسية على أوكرانيا هي السبب الرئيسي في أزمة الطاقة، وأنه يجب علينا التعاون يعني خلق بديل، وذكر بأن البديل بالتأكيد سيكون الطاقة النظيفة، وبأنه يجب الاستثمار في البنى التحتية لتلك الدول على مستوى أو على فترة السنوات القادمة. أيضا يعني من أهم ما ذكره بايدن بأن تلك القمة تعمق من الاستقرار في الشرق الأوسط ومنطقة المحيط الهادي والهندي أيضا، ويعني تلك تعتبر أهم ما ذكره بايدن خلال تلك القمة، وأيضا أهم ما ذكره بايدن اليوم خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مع رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد. كريم يسري مراسل إكسترا نيوز من واشنطن، شكرا جزيلا لك كريم على كل هذه التفاصيل. ذكرت هيئة الطوارئ والحماية المدنية الوطنية في البرتغال أن 11 من حرائق الغابات الكبيرة مشتعلة اليوم الخميس بمناطق مختلفة في البلاد، وقد أصيب ما لا يقل عن 130 شخص في هذه الحرائق، ووصفت حالة 2 من المصابين بالخطيرة. ومن جانبه أعلن رئيس الوزراء هناك اليوم الخميس أن مستوى التأهب الذي كان قد تم رفعه إلى حالة الطوارئ من المستوى الثالث يوم الاثنين الماضي سيظل مرفوعا حتى يوم الأحد المقبل.
عاد موقع تويتر للعمل بعد تعطل مفاجئ اليوم أدى إلى تعذر استخدام الحسابات مع تعرقل وصول المستخدمين إلى أحدث التغريدات وعدم تمكنهم من نشر تغريداتهم. وتتعلق معظم المشكلات التي تم الإبلاغ عنها بالوصول إلى تطبيق تويتر وموقع ويب الذي يمثل 48% و49% من المشكلات التي تم الإبلاغ عنها على التوالي. إلى هنا نكون وصلنا مع حضراتكم إلى ختام حلقة اليوم من إكسترا اليوم. تقبلوا تحيات فريق العمل وتحياتي أي عبد الرحمن. أشوفكم على خير بإذن الله. إلى اللقاء.